اتحاد الكرة ليه بين الفترة والفترة ما يعملش توقف لمنتخب مصر يعمل ماتش ودي حتى لو باللعيبة المحلية، حتى لو انه هيجرب؟ ليه انت سايب الموضوع مباح؟ اللي سافر يسافر واللي يروح يجي. امتى اخر مرة شفت مدير فني لمنتخب مصر في المدرجات بيتابع؟ امتى شفت مدرب حراس مرمى بيتابع الحراس في الملعب؟ امتى شفت الناس دي بتشتغل؟ الناس دي بتقبض منك كل شهر وبتسافر وبتروح وبتيجي، لكن مفيش، بيجي في الاخر يلم الناس اللي بره على كم واحد جاب له جول، على كم واحد لعب كويس وخلاص، لكن بتشوف الناس في ارض الملعب؟ لا والله العظيم في ناس ولعيبه في الدرجه الثانيه 100 مره من اللي في الدرجه الاولى ممتاز، ولعيبه بجد بتاكل النجيله، وهتبقى الاول مره بتحصل ان انت بتاخد ناس عندها خبرات. المجاميع بتاعه الدوري الدرجه الثانيه دي بتاعه الصعيد وبتاعه البحري وبتاعه القاهره، المجاميع دي يا جماعه مجاميع جامده جدا، وبيطلع منها لعيبه كويسه جدا، وكل اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز دي ما هي من كانت بتلعب في الدرجه الثانيه، الناس دي ما اتولدتش في الاهلي والزمالك يعني الا ما رحم ربي. ليه سايب الحابل في النابل؟ وليه سايب الموضوع كده؟ وليه سايب الناس اللي جايه بتقبض منك دي ما بتجيش؟ انت لو في كل اسبوع المدير الفني ده بيحضر وبيشوف الموتوشه دي من الملعب وبيعمل سكواد ل 11 لعيب ولا 18 لعيب في منتخب مصر، هتخلق تنافس بين اللعيبه وبعضها، لما يكون حتى لو انت مش هتلمهم وتجمعهم، بس انك انت مدير فني منتخب مصر تبقى انت شايف وكل مرحله من مرحله الدوري في الموتوشه كلها تطلع 11 واحد ولا 18 واحد، هتخلق تنافس بين اللعيبه. لكن طول ما انت ما مختفي، يوم ما هتيجي تلعب ما انت ما فيش جمهور، حتى لما بتيجي تلعب دلوقتي منتخب مصر ما فيش جمهور خلاص، انت طول ما انت مختفي يوم ما هتيجي تلعب مش هتلاقي حد، ما انت مختفي، ما انت مش مسلط عليك الاضواء. لكن لو انت مدير فني صح في منتخب مصر صح وفي اداره بتديرك صح، انت كل اسبوع من الدوري على الاقل 3 4 متوشه من الدوري الممتاز و3 4 متوشه الحلوين والجامدين قوي اللي عليهم العين في دوري الدرجه الثانيه، الموضوع هيختلف معاك جدا، الموضوع هيختلف معاك لو هتخلق تنافس بورقه وقلم وتعمل كل اسبوع من مرحله الدوري ان انت دول عليهم العين، حتى لو مش هتلمهم، حتى لو مش هتلعب ماتش ودي، حتى لو مش هتعمل معسكر بين الناس، حتى لو مش هتعمل معسكر بسبعه ثمان تسع لعيبه تركز عليهم في الملعب، مش هتلاقي. يوم ما هتيجي تلم الناس وهتيجي تعمل مش هتلاقي، خلاص الموضوع بالنسبه لك هيبقى منتهي. فانت ما توصلش للمرحله دي، ارجو من اتحاد الكوره وارجو من الناس القائمه على الكوره في مصر، اقعدوا مع الراجل. احنا مش بندفع فلوس كده ليك يا كابتن فيتوريا وخلاص، لا ليك ولا لجهازك، انت لازم تكون موجود في اهداف انت بتحققها حضرتك، في 11 لعيب او 18 لعيب من كل اسبوع من الدوري حضرتك بتطلع تختارهم، لميتهم لميتهم ما لميتهمش خلاص. ولو عايز تعمل ماتش ودي كده وتختار لك 18 لعيب محلي وتاخدهم وتعمل بيهم ماتش ودي مفيش مشكله، او تاخد لك تمرينتين ثلاثه بيهم مفيش مشكله، لكن طول ما انت ما مختفي كده وعمال تقبض وتروح وتسافر وتيجي وتعمل كل حاجه وفي الاخر تيجي تلم المحترفين على كم واحد جاب جون، على كم واحد عمل اسيست وباس حلو. اتمنى من اداره اتحاد الكوره اللي انا قلته لازم منتخب مصر شئنا ام ابينا ان يرجع من احسن 3 منتخبات مصنفين في أفريقيا.